هذه المصيبة الكبيرة التي ألمت بهذه الأسرة وبهذه المنطقة وبهذه الولاية، ولكن أيضا بكل الجزائريين. السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمرنا بأن نقدم العزاء أنا وزميلتي السيدة وزيرة التضامن، طبعا السلطات المحلية على رأسهم السيد الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي وكل بلدة في الحقيقة واقفة مع هذه الأسرة، لأنهم أبنائنا ونحن نعتبر أنفسنا جزء من هذه الأسرة. وطبعا هذا السلوى وهذه التعزية هي خلق الجزائريين. الجزائريين يقفون مع بعضهم البعض في كل ملمات، وسيد رئيس الجمهورية يعتبر المواطن هو الحلقة الأساس في هذه الدولة، ولذلك نحن باسمه وباسم الحكومة كلها نقدم تعازينا، أحر تعازي، ونقول أهل الأسرة باش الله يبدلهم الصبر. لماذا؟ لأن المؤمن مصاب، والله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون.